إذا كنت من المتابعين الجدد لقناة وصفة سحرية، فأدعوك للاشتراك في القناة بالضغط على الزر الأحمر على اليمين، وتفعيل خاصية الإشعار بالضغط على الجرس، ولا تنسوا دعم القناة بلايك ومشاركة روابط الفيديوهات مع أصدقائكم، وشكرا لكم. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكل متابعي قناة وصفة سحرية للوصفات الطبيعية. كيف حالكم؟ أتمنى أن تكونوا بألف خير وصحة جيدة. اليوم بإذن الله في هذا الفيديو سأقدم وصفة سحرية لتطويل وتكثيف الشعر وإنبات الفراغات، تعالج صلع وتساقط الشعر، وأيضا فعالة في تنعيم وتمليس الشعر الخشن والمتقصف، وبمكون واحد فقط. نعم، بمكون واحد فقط. هذا المكون أو هذه الوصفة، أولا سوف توقف تساقط الشعر مهما كانت حدته لدى النساء والرجال، وثاني شيء سوف يملأ الفراغات في الرأس. إذا كانت لديكم فراغات في مقدمة الرأس أو في وسط الرأس، فسوف يعيد إحياء البصيلات وتحفيز نمو الشعر من جديد، وسوف تطول الشعر بالنسبة للنساء التي لديهن عجز في طول الشعر، حيث يصل الشعر إلى طول معين ويتوقف عن الطول. فهذه الوصفة لك يا صديقتي. وإذا كان شعرك خفيف ويتساقط بحدة أيضا، فهذا هو العلاج بإذن الله. وأخيرا، هذه الوصفة تعمل على تنعيم وتمليس عميق للشعر الخشن، وسوف تستغني عن كل المواد الكيماوية لتنعيم الشعر من كيراتين أو بروتينات كيماوية، فلا داعي بعد الآن لعمل كل تلك المواد الكيماوية المضرة بالشعر. وهذا المكون السحري كما لاحظتم هو نخاع البقر. نخاع البقر هو يوجد في عظام البقر كما تلاحظون، لا تستغربوا، فنخاع البقر فعال جدا. طبعا هو يوجد عند الجزار، تذهبون عند الجزار وتطلبون منه عظام البقر، فهو في بعض الأحيان أو ربما يرميها فقط أو ربما يبيعها، لا أعرف صراحة. أنا قمت بطلبها من عندي الجزار وأعطاها لي بدون أي مال أو أي شيء. إذا سوف نحتاج كما قلت إلى نخاع البقر، وهو يوجد داخل العظام كما ترون، هذا الأبيض الذي هو داخل العظام فذلك هو نخاع البقر. هو مادة هلامية تشبه الزبدة داخل العظام، وهي خلاصة غذاء الجسم لدى الأبقار، غنية جدا بالبروتينات والفيتامينات. إذا سوف نمر لتحضير الوصفة. سوف نأخذ ونستخرج نخاع البقر من العظام. يمكنكم أيضا هذه العملية أن تطلبوا من الجزار أن يقوم بكسر العظام واستخراج النخاع من وسط العظام، وطبعا يمكنكم فقط استعمال السكين كما سأفعل أنا، سأستعمل سكين لاستخراج النخاع من الوسط. إذا سوف نبدأ باستخراج النخاع، طبعا تستعملون سكين بهذا الشكل وتقومون بتفريغ النخاع من الوسط. إذن كما لاحظتم بعدما قمنا باستخراج النخاع من العظام، فهو يكون بهذا الشكل، فيه العديد من العروق والأوعية الدموية. الآن سوف نقوم بتدويب هذا المخ وهذا النخاع في حمام بخار من الماء طبعا.
إذن بعد مرور تقريبا نصف ساعة على إذابة نخاع العظام في حمام الماء البخاري يصبح بهذا الشكل. الآن سوف نقوم بتصفيته. سوف تحتاجون إلى قنينة زجاجية وليست بلاستيكية، طبعا سوف نحتفظ به فيما بعد، وسوف نقوم بتصفيته. ونحصل على هاته الوصفة وهاته الزيت، زيت نخاع عظام البقر، كما تلاحظون أصلية وطبيعية ورائعة جدا. الآن طريقة الاستعمال لهاته الزيت. توضع زيت نخاع البقر على الشعر، ويجب أن يكون الشعر نظيفا ويفرك به الشعر وفروة الرأس والأطراف، ثم تضعون منشفة ساخنة أو بني من النايلون على الرأس وتغطونه جيدا وتتركونها لمدة 3 ساعات إلى 5 ساعات على الأكثر. لا تتركوها أكثر من 5 ساعات، لأن زيت نخاع عظام البقر هو زيت دهني وثقيل، فهو من الزيوت الدهنية الدسمة، وبقاؤه لفترات طويلة يعمل على إرهاق فروة الرأس وتوسيع المسامات وتساقط الشعر. وبعد مرور 3 ساعات تقومون بغسل شعركم بالماء والشامبو المناسبين لكم، وتداومون على هذه الوصفة مرة واحدة في الأسبوع، وسوف تلاحظون أول شيء نعومة ولمعان في الشعر، وبعدها إيقاف في تساقط الشعر، وبعد المداومة طبعا سوف تلاحظون كثافة في الشعر وأن طول شعركم قد زاد وبشكل ملحوظ جدا. يمكنكم أيضا إضافة بعض الزيوت لهاته الزيت، أي زيت نخاع عظام البقر، يمكنكم إضافة بعض الزيوت. أنا أضيف في بعض الأحيان زيت الأرغان أو الزيت المغربي، فهو رائع جدا. أيضا يمكنكم إضافة زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الزيتون، أقل شيء، المهم أن تضيفوا زيت. طبعا إذا أردتم فهذا اختياري. وبعد مدة من المداومة على هاته الزيت سوف تبدأ شعيرات خفيفة ورقيقة مثل الخلف بالظهور مكان الفراغات. طبعا هاته الوصفة هي للرجال والنساء أيضا، للذين يعانون من الصلع، من تساقط حاد في الشعر، فما عليكم سوى بنخاع عظام البقر. ويمكنكم الاحتفاظ بها طبعا بعد وضعها في قنينة زجاجية كما فعلت. بعد ذلك سوف تصبح على شكل فازلين أبيض لونها عندما تبرد، يمكنكم الاحتفاظ بها. وكذلك الرائحة، هي لا تترك رائحة بتاتا بعدما تقومون بإذابتها مدة لا تقل عن نصف ساعة، فأنا قمت بتركها حتى تدوب أكثر من نصف ساعة، فإن عدمت الرائحة بتاتا، رائحة العظام أو رائحة اللحم. إذن كانت هذه هي الوصفة السحرية لليوم، أنصحكم بتجربتها فهي فعالة جدا ونتائجها مذهلة. إذا أعجبكم الفيديو ضغطوا لايك للتشجيع، واعملوا مشاركة لرابط الفيديو مع أصدقائكم، وإلى اللقاء في فيديو آخر بإذن الله.